الحديث أكثر عن هذا الموضوع المهم بفقرة فنجان قهوة لليوم رح تنضم ويانا مباشرة من كركوك الأستاذة سرود محمد فالح مديرة مكتب كركوك لجمعية الأمل العراقية حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع المهم. يسعد صباحك أستاذة، أهلا بيك، نورتينا بصباح دجلة. يسعد صباحك أستاذة، أهلا بيك. يا هلا ومرحبا، صباح الخير. يا اهلا بيك، صباح الخير على كل اللي دي يشوفونا هسه دي يتابعون البرنامج. شكرا، اهلا بيك، نورتينا استاذه. بالبدايه شفنا التقرير ودا يقول انه التدخين ونسبه الاطفال يعني رقم كلش كبير، 37 مليون اطفال انه دا يدخنون. انت شنو رايك وشنو راح تقوليها يعني عن هالموضوع وعن هالنسبه الكبيره؟ نعم، صراحة يعني خصوصا الآن يعني بدأت التدخين أو سواء كانت من خلال السجائر أو السجارة الإلكترونية الفيب أو النرجيلة بدأت تغزو الأطفال، خصوصا بعد الانفتاح الإلكتروني والتأثير الإنترنت والستلايت. بالإضافة إلى هاي يعني الأطفال هم يحبون التقليد، تقليد الكبار، لأن إحنا دا نشوف يعني التدخين لما احنا كنا بمرحلة الطفولة كنا دا نقلد بعض الكبار اللي كانوا اللي دا نشوفهم بالأفلام. يعني مرات احنا كأطفال كنا ندخن فقط نقلد، يعني احنا كنا نعتبرها رمز للعلامة للنضج، علامة من العلامات اللي خلينا نقول احنا واصلين مرحلة نفتهم. بس يعني مع الأسف يعني كنا دا نشوف النتائج السلبية. يعني يمكن المرة الأولى اللي أنا جربتها إحنا وأخوتي وأخواتي وبنات عمي، أتصور لما حاولت أدخن جسمي يعني قامت كلها دا ترجف، لأن إحنا ما متعودين، جسمنا إحنا نظيف. وبعدين يعني وصلت إلى مرحلة وخصوصا مرحلة الطفولة الأغلبية عندهم فقر دم، ودوني يم الطبيب والطبيب قال لي يعني قال لي انت محاوله تدخنين، رجاء لا تقتربين من هذا الشيء. وبعدين الوالد يعني هو قام يحكي ويانا، لان احنا ما كان عندنا احد بالبيت يدخن. دائما الاطفال يقلدون من هم اكبر منهم سنا، خصوصا بالنسبه للقدوه الاولياء الامور اللي بداخل البيت او العم او يعني الاخ الكبير، اذا هو كان يدخن الصغار يبدون يقلدون، لان يعني يعتبروه رمز للقوه. نعم. رمز للنضج. طيب استاذه سرود، حضرتك ذكرتي قبل شويه انه احنا يعني قبل لما كان اكو احد يدخن فهو كان شخص كبير، يعني الاب بالبيت او الجد، ولكن احنا نشوف بهذه الفتره اكو هواي ابهات هم ينطون السجائر لاطفالهم على انه دليل انه يشوف ها ابنه كبر انت خلص لازم تدخن، او مو مشكله انت تدخن انت كبرت، يعني هو ده يمهد له وهو ينطي اول سيجاره اصلا. هذا يعتبر انتهاك لحق الطفولة. يعني إذا الطفل بهذا العمر هو جسمه نظيف، يعني حتى يعني الدول اللي مؤمنة بحقوق الطفولة ما ينطون أنتيبايتك، يعني المواد ضد الالتهاب للطفل، لأن يقولون جسمه خليه يتعود على المقاومة. بس إذا أنا علمته على التدخين شنو يبقى بمقاومة الجسم للأمراض، وجسمه يعني ما يقدر يحمل الأكسجين ويحمل النيكوتين. يعني حتى من الناحية الطبية صراحة هذا الرئتين نظيف، يعني هو بعده ما بالغ، لما يبلغ يعني الاكتمال الجسم يكتمل. بس إذا أني هذا الرئتين أني من هسه يقوم يصير عنده خلايا سوداء وما يقدر يتنفس بعمق، ما يصل الأكسجين للدماغ، العقل يعني ما يكبر وما ينضج، بالعكس العقل يصير بيه ضمور، يعني الرئتين يسود، ما يقدر يتحرك لأن يصير عنده ضيق تنفس، لونه يصير أصفر وأسود، وبعدين وسنونه يبدأ يتآكل ويصير عنده قلة الشهية. ليه؟ يعني هذا أكبر انتهاك لحق الطفولة. يعني على الأولياء الأمور يعني توعية الطفل، يعني الآن يعني لازم يصير أكو صداقة بين الطفل وبين الآباء. يعني لو أني هسه إذا طفلي يقوم يدخن، صراحة أني ما أقول أني أمنعك، أني أقول له تعال خلي أشوفك، يعني أني أحاول أصادقه بهدوء، أقول له هذا أعراض التدخين، أني على مود هاي ما أرغبك أنت تدخن لأن بها هاي الآثار، وأني أريدك أنت تصير أحسن واحد.
هذا ما يخليك انت لما تدخن ما تقدر تصير احسن واحد. هذا اللي لازم الان احنا نوعي به، خصوصا الان موجوده افلام كثيره على اليوتيوب، يعني اكو توعيه كثيره بهذا المجال. نعم. ولازم على الاولياء الامور يتابعون الاطفالهم منو يصادقون. يعني اليوم الصبح كان يعني واحد من الامهات يعني كان عنده معاناه بهذا المجال، وقام قامت تستنجد بي شو اسوي ويا طفل. لازم اكو بدائل، يعني اولا اتابعه اذا عنده اصدقاء السوء وهم يدخنون حتى احدهم من هذا الشيء واقطع علاقتهم وياه. ثانيا لازم اني عندي بدائل. شنو البدائل؟ يعني مثلا اخليه يروح دوره موسيقى، يروح دوره رياضه، يلعب طوبه، يلعب شطرنج، او يعني لازم اعزز مواهبه بدل ما اني اطمره ويا التدخين. نعم ست سرود، يعني انت برايك انه البدائل يعني والبيئه حول الاطفال ايش قد لها تاثير؟ يعني اليوم الاب والام لازم دائما يكونون على بينه ويا الطفل، يسالوه شنو سويت بيومك، منو اصدقائك. يعني انت برايك هذه البدائل هي الاهم حتى الطفل يبتعد على الشغلات السيئه على صحته. وبنفس الوقت همينا انت تشوفين الشركات اللي قبل كانت مستهدفه الكبار بالعمر حتى يدخنون، وبالتالي راح يسبب لهم مشاكل هوايه. برايك اليوم نفس الشركات قاموا يستهدفون الاطفال حتى يتسببون بنفس الاعراض؟ نعم، مع الاسف يعني هذول الشركات يعني بدأوا يروجون، وخصوصا هاي الججارة الإلكترونية اللي بدت تزداد ودا تغزو المدارس. وأني عندي علم كثير من المشرفين بالتربية ومدراء المدارس دا يعانون، ودا يعني لما يفتشون جناطهم يشوفون كلهم عندهم فيب، لأن دا يشوفون حتى من الشفايف لما تيبس وما أدري شنو. مرات الأمهات دا يشتكون لما يشوفون غرفة بناتهم، حتى البنات صراحة ضعف الرقابة الحكومة بهذا المجال، وتحديد استيراد هاي الججاير، وتجديد على المحلات اللي دي يبيعون ما لازم تكون دون 18 سنة، يعني لازم تكون فوق ال 18 سنة. يعني كثير من الأمور. وبنفس الوقت يعني لازم أكو المراكز الشباب والرياضة، لازم هم عندهم مسابقات بين الأطفال، مسابقات علمية، مسابقات يعني خصوصا الآن العطلة الصيفية الرياضية. هاي الأمور بالفنون لازم تبدي تزداد حتى نقدر إحنا نسيطر على هاي الظاهرة. ولازم نسوي حملات توعية بدل ما اكو تعظيم او يعني رمز للتدخين اللي دي يشوفوه بالاعلام وبالسوشيال ميديا علامه كعلامات النضج او البلوغ. لا بالعكس، يعني لازم احنا نشوف اللي يعني الرقابه مثلا من هيئه الاعلام العراقي لازم يتابعون البرامج اللي بها او الافلام اللي بها تعظيم للتدخين، لازم يقطعون هاي المقاطع لان الاطفال دي يتابعون، او يشجعون على البرامج خلينا نقول الاطفال او الشباب يشوفون الاثار السلبيه للتدخين ونتائجها بالمستقبل وين تصير. وخصوصا الان احنا نريد يعني نعزز من النهوض بالطبيعه، نحد من التلوث اللي موجود. هذا كله تلوث، يعني يقل الاكسجين بالجو، بالتالي ينعكس على داخل الجسد ويبين اثاره بالمستقبل. نعم. طيب استاذه سرود، تحسين انه السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي هي همنا زادت من هذه المشكله؟ لان اليوم احنا نشوف اغلبيه الاطفال هم عندهم تيك توك او بعض البرامج، يعني واكيد بانه اهلهم يعرفون بهذا الشيء، ولكن اكو اشخاص هم دا يتابعوهم، هم يعني لما دا يدخنون مثلا دا يسوون حركات معينه او طريقه انه انا اطلع الدخان تكون بطريقه معينه، فهنا ممكن همين هذا الشيء يشجع الطفل انه انا همين اريد اجرب هذا التدخين واشوف اقدر اسوي هذه الطريقه. أكيد أكيد، يعني أنا من بداية الحوار تحدثت. نعم. إحنا لما كنا صغار وإحنا جربنا. صحيح. يعني الطفل يحاول يجرب كل شيء، بس هو المهم هنا التوعية، الأولياء الأمور، الكادر التدريسي، الكل إلها أثر حتى يعني نقدر نغير.
وخصوصا يعني لازم تصير حمله وطنيه يعني للتوعيه بهذا المجال. شلون الان لما بدنا نوعي بالحد من المخدرات واثارها السلبيه؟ صراحه إن التدخين هو جزء من المخدرات، يعني هي الخطوات الاولى للمخدرات، واحنا لازم نحاول نحد من هذا الشيء. اللي بدا بالتدخين اكيد يوصل للمخدرات، يعني لازم بالمدارس يمنع نهائيا. يعني انا اشوف مدارس ابتدائيه الان الكادر التدريسي بداوا يشتكوا لي بهذا المجال، يعني هذا كارثه كارثه لعدل اولياء الامور شلون نايمين. يعني مع الاسف الان هاي الام اليوم اشتكت قالت من مصروفه اليومي هذا الطفل جامع 3000، يعني اكو هذا الجيجاره الالكترونيه ب 3000، يعني صراحه هذا كارثه كارثه. وين يوصل مستقبل هذول الاطفال اللي احنا نطمح الى يعني عالم خالي من العنف واللي يبدي من الجيجاره؟ نعم، يعني اذا احنا هاي الثقافه اذا من البدايه نشأنا الطفل ببيئه صحيحه، ربيناه على التنشئه الصحيحه، تنعكس على المستقبل ويصير انسان سليم، وهذا اللي احنا نطمحه حتى مجتمعنا يكون سليم. لازم اطفالنا يكونون سليمين ويصير عندهم ثقافه يحاولون يحافظون على صحتهم على بيئتهم. طيب دكتوره سرود الان من خلال عملنا وشغلنا، عفوا استاذه سرود، احنا اليوم كمجتمع ايش قد نحتاج دورات تنظيميه وتثقيفيه وبنفس الوقت توعيه للاطفال وللاهالي، ايش قد احنا نحتاج هالشيء؟ وهل ممكن تكون الرقابه على هالشيء متشددة حتى بالتالي ما نتعرض للمشاكل اللي أنت ذكرتيهم؟ نعم، صراحة التوعية كلش مهمة، التوعية من اللي هم القدوة بالمجتمع، من قبل الناشطين، من قبل الدكاترة، من قبل الكادر التدريسي، من قبل وجهاء المجتمع، يعني الكل عنده أثر. نقدر مثلا نسوي حملة على السوشيال ميديا. نعم، احنا نوزع يعني هاي السبوتات، نقول يابا احنا كنا هيجي وهذا اثاره، ما نريد احنا انتم تصيرون مثلنا، حتى تكون دروس مستفاده. ويعني اتصور يعني خصوصا هذول الشباب الاعلاميين عندهم متابعه كلش هوايه. نعم، وايضا من قبل الشرطه المجتمعيه حتى نقدر نوعي. وايضا نعم، الاولياء الامور مهم جدا، يعني حتى نعزز دورهم حتى يكونون متعاونين ويا الكادر التدريسي، متعاونين ويا الحكومة حتى نقدر ننهض بواقع المجتمع. هذا اللي احنا نحتاجه. وايضا اود يعني هاي يكون مناشدة للحكومة العراقية والمنظمات الدولية المهتمة بشأن الطفولة، نحتاج الى توعية بهذا المجال فعلا. خصوصا اليونيسيف اناشدهم، توعية الأطفال كلش مهمة بهذا المجال. نعم، أناشد وزارة الصحة يعني لازم يسوون رقابة على المحلات اللي تبيع هاي الجيجار للأطفال، يعني حتى يمنع الأب، مرات الأب هو يقول لطفلة روح اشتري لي باكيت جيجارة أو هذا الشيء، يعني صراحة هذا يكون ممنوع. وهذا إذا سوينا هاي الثقافة يعني وضغطنا على أصحاب المحلات. نعم، الأولياء الأمور هم هم يعني. نعم، يبدون يعرفون يعني ليش الحكومة دا تمنع، لأن الحكومة فعلا طبعا أستاذ سرود هذا الموضوع كلش مهم. أكيد، ومثل ما ذكرتي أنه الحكومة قبل فترة همينة شفنا أنه هي اهتمت بهذا الموضوع ومنعت فعلا الفيب، وإن شاء الله أيضا همينة يصير الالتزام أكثر من قبل الشباب همينة، لأنه هم دا يدبروها من أكثر من مكان. أكيد، فشكرا لك أستاذ سرود. شكرا لك. نعم صحيح صحيح عزيزتي.